سؤال، واحد بيقول كيف ان الله اعطى ادم حرية ارادة وهو عارف انه سوف يخطئ. حكاية بس الوقت الممكن، اذا ادم ليس له حرية. انا فكر السؤال ده سألهوني واحد معرفش عايش ولا مش عايش. أول رحلة لي إلى روسيا سنة 72 كنت في اجتماع مع بطريرك روسيا البطريرك ديمن ومع بعض آباء مطرنا من الناحيتين وفد من عندي ومن عندهم، وحضر معانا وزير الأديان في روسيا. وزير الأديان عضو في المجلس الشيوعي، فيعني ملحد ما يؤمنش بوجود ربنا، لكن سموه وزير الأديان علشان ياخد باله من العلاقة بين أصحاب الأديان والحكومة. فحضر معانا، فأنا لما لقيت هذا الوزير الملحد موجود معانا دخلت في موضوع ديني يناسب الجو يعني. فكان الموضوع برضو عن حكاية آدم وغيره، فهو سألني سؤال، قال لي ربنا كان عارف آدم هيخطئ ولا لا؟ قلت له عارف. قال لي طب خلقه ليه وهو عارف انه هيخطئ ويستحق الموت؟ قلت له نصف الحقيقة ان ربنا عارف ان هذا الانسان يخطئ ويستحق الموت، والنص الاخر من الحقيقة ان ربنا عارف انه هيفديه ويخلصه من الموت، فناخد الاثنين مع بعض. قال لي لقد ارحمني كثيرا في هذه النقطة.